السلام عليكم، انا الدكتور فهيم شلتوت. هنتكلم على judgment of viral diseases، وهناخد من ضمنها الفوت اند ماوث ديزيز اللي هو مرض الحمى القلعيه. مرض الحمى القلعيه او الفوت اند ماوث ديزيز ده عباره عن viral ديزيز بيسببه ار ان اي فيروس. الفيروس ده هو بيصيب الحيوانات اللي هي بيكون ذات الظلفين، يعني بيكون القدم فيها بيكون كلوفن فوتد انيمالز، لا بيكون لها ظلفين زي البقر والجاموس والشيب والجوت والبيكس. المرض ده بيتميز بوجود فيزيكلز او فقاقيع بتكون موجودة في الماوس والفيت في الفم والقدمين والتيت والأدر. المرض ده بيتميز ان بيعمل حمى يخلي الحيوان محموم، يعني درجة حرارته مرتفعة، ويخليه الفيزيكلز او التهاب في الفم بيخلي الحيوان يعمل رياله سلايفيشن بتكون رود لايك، والفيزيكلز اللي في الفوت اللي هي كلوفن فوتد انيمالز الظلفين يعني في الحيوانات بيخلي الحيوان يعرق، واذا كان موجود في التيت او في الاذر فالحيوان بيبقى حلاقته صعب ودي بتبقى مشكلة، وبيعمل التهاب في الضرع كمان. حكمنا على الفوت اند ماوث ديزيز في حالات البلاد، يعني او اللي هي او في المناطق اللي هي بيكون خالية من الفوت اند ماوث ديزيز. الحيوانات اللي هي المصابة بالفوت اند ماوث ديزيز او السسبكتد انيمالز ممنوع prohibited to be admitted in an abattoir or slaughtered. في المناطق اللي الخالية من الفوت اند ماوث ديزيز لو ظهر ان في حيوان مصاب او suspected يعني ممنوع ان يدخل المجزر، انما في البلاد بقى اللي هي فيها اصابات كتير فالحيوان المصاب بالفوت اند ماوث ديزيز بنعمل له total condemnation في حالة ما يكون في عنده حمى، إنما في حالة إذا كان الحيوان حصل له هيلينج وريكفري فبيتعدم بس الإيه الهيد والفيت والاستومك والانتستين واللنج وباقي الدبيحة بتعدي، بس شرط ما يكونش في حمى في الدبيحة. المفروض نعمل للذبيحة conditioning ان بنسيبها حوالي 48 ساعة في chilling room بحيث ان اللاكتيك اسيد يموت الفيروس. خلي بالنا ان الفيروس ده ممكن يتنقل عن طريق البون مارو، الفيروس بيدخل جوه البون مارو وبيقعد، ففي حالات استيراد البون ميل ممكن الفيروس ده يتنقل داخل البون ميل. وشكرا.